نحكي مع سي رضا بالحاج المدير التنفيذي بحركة نداء تونس، نعاود نرحب بها من جديد. مرحبا سي رضا من جديد. إذا غدوا باش تكونوا للمكتب التنفيذي الكل ولا البعض منكم في الاجتماع الشعبي؟ هو مبدئيا باش يكونوا الكل موجودين، لكن ربما ثم اللي عندهم موانع ما يحضروش. المبدأ أنه الأغلبية باش يحضروا. والمبدأ كذلك هو 2 مارس 1934. طبعا 2 مارس لأنه تاريخ رمزي وقع فيه تكوين الحزب الدستوري الجديد على أنقاض النجم نقولوا الحزب القديم، وعنده علاقة بتكوين حركة نداء تونس اللي هي جات الحزب الحر الدستوري القديم جاء ليعطي دفع للحركة الوطنية، وبعد ما أصابها نوع من معناها التردي في تطورها تطور الحركة الوطنية، جاء مؤتمر قصر الهلال لتشبيب الحركة الوطنية، لتشبيب الحزب الحر الدستوري ودفع عملية الحركة الوطنية. اليوم زاد حركة نداء تونس عندها وجه شبه مع الحزب الحر الدستوري، أنها جاءت لدفع عملية الانتقال الديمقراطي في منعرج تاريخي وبزعامة عندها أهميتها اليوم في العملية الانتقالية، وهي زعامة السيد الباجي قايد السبسي. الزعيم بورقيبة كان له دور في دفع الحركة الوطنية من خلال التحول بين الحزب القديم والحزب الجديد في قصر هلال، والسيد الباجي قايد السبسي له الدور في دفع عملية الانتقال الديمقراطي وتغيير المشهد السياسي بعد انتخابات 23 أكتوبر، اللي كان عنده دور كذلك في تنظيمها وفي تنظيم أول انتخابات شفافة في تاريخ تونس، اسمح لي أول مرة يقع تداول سلمي على السلطة. اليوم كذلك من خلال تأسيس حركة نداء تونس باش يكون عنده دور هو واللي معاه وحركة نداء تونس في إحداث التوازن السياسي وتأمين التداول السلمي على السلطة بعد لأول مرة بعد انتخابات 23 أكتوبر. قلت لي زعيمنا حبيب بورقيبة كان عنده دور وقتها في مسألة التشبيب، خاصة على مستوى الحراك داخل الحركة الوطنية بإنشاء الحزب هذا الجديد بعد انشقاقه بطبيعة الحزب القديم. بورقيبة والتشبيب وقتها شاب، الباجي قايد السبسي اليوم تقولي نفس الدور ماهوش شاب يعني، وعلاقة الباجي قايد السبسي اليوم بالتشبيب داخل نداء تونس ولا مش محتاج الحزب؟ هو كي نقصد التشبيب، تشبيب الفكر، أعطى دفع فكري للحركة الوطنية. كان ثم الحركة الوطنية وقتها من خلال القيادة القديمة أصابها نوع من الخمول في التحركات، وكل طريقة العمل كانت ماهيش ديمقراطية. جاء المؤتمر قصر هلال طرح المشاكل هذيك، ومن خلال المؤتمر وقع دفع. اليوم كي نقارن الحراك السياسي بين وقتها وتوا وتوا، كي نشوفوا فكرة السيد الباجي قايد السبسي هي فكرة بتاع فكرة ثورية بغض النظر على سن الشخص، لكن الفكرة اليوم من خلال قيادته العملية الانتقالية في الانتخابات، واليوم تحقيق التوازن السياسي، خلق قطب سياسي آخر باش يكون متوازن، باش يخلق التوازن مع حركة النهضة اليوم ومع معناها الظروف اللي ممكن تؤدي إلى ديكتاتورية من جديد. اليوم الراو المهمة اللي أخذها على عاتقه ما تقلش أهمية على الدور اللي قام به الزعيم بورقيبة. صحيح معناها الإطار يتغير ووقتها أكثر أهمية نظرا أنه تتعلق باستقلال تونس وكل، لكن اليوم كذلك زاد الديمقراطية بالنسبة للتوانسة هي هدف كيما الاستقلال الوطني، ربما أقل لأنه الاستقلال هدف أسمى، لكن ما قلش عنده أهمية. وزاد اليوم الانتقال الديمقراطي، لذلك حركة نداء تونس ودور الباجي قايد السبسي اليوم والاجتماع اللي وقع في مستير في نداء الوطن توا عام ونص ولا عام في 24 مارس 2012 وغدوة 2 مارس 2013، كلها حلقات نحو في
في طريق بناء تونس الديمقراطية. وحركة نداء تونس هي الحلقة، حلقة اليوم، حلقة معناها جوهرية في الانتقال هذا. نراه اليوم أنه في 10 أشهر أصبحت حركة نداء تونس عندها وزن لا يستهان به في العملية الانتقال الديمقراطي، يحسب لها 1000 حساب، وبدونها ما يمكنش تأمين الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات تؤدي إلى انتقال السلطة، أو على الأقل توازن في المشهد السياسي في الانتخابات الجاية. لذلك اجتماع غدوة عنده أهمية كبيرة، وهو حلقة من حلقات النشاط حركة نداء تونس نحو إلى حين الانتخابات اللي بيشتاقع في بعد أشهر أو بعد خلينا عند أشهر خلينا عند أشهر نتمنى بعد أشهر. يعني إلى جانب الصبغة الرمزية للاحتفال بتاع غدوة، أكيد باجي قاتلسي عنده كلمة باش يلقيها تتعلق بالشأن العام. طبعا هو كما قلنا هو عنده صبغة رمزية لاجتماع غدوة، لكن عنده جاء في وقت حساس جدا، وتونس في منعرج تاريخي. اليوم ثم تعطل المسار الانتقالي، ثم فشل حكومة أدى إلى استقالتها، واليوم ثم مفاوضات كبيرة نحو تكوين حكومة جديدة، لكن نراو في بوادر متاع فشل هالحكومة الثانية، لأنها ما مشاتش في مسار متاع توافقي. باقي فكرة التحزب وفكرة اقتسام المناصب ما زالت تقود حركة النهضة في المرحلة هذه. لذلك خطاب غدوة عنده قيمة كبيرة، بما أنه باش يعطي موقف حركة نداء تونس من المواضيع هذه، خصوصا وأن اليوم ثم البلاد تعيش أزمة اقتصادية كبيرة ياسر متسبب فيها الحكومة هذه، وتعطل المسار الانتقالي، غياب رؤية، غياب معناها خارطة طريق، أدت اليوم إلى أزمة كبيرة تعيشها تونس على جميع المستويات. زادتها فشل التكوين حكومة كفاءات اللي هي مطلب متاع حركة نداء تونس منذ بيان 26 جانفي اللي أصدره السيد الباجي قايد السبسي، طالب بضبط خارطة طريق، ضبط بتكوين حكومة متاع تكون حكومة ما تترشحش للانتخابات، ويكون دورها القيام بتحضير الانتخابات وتنفيذ برنامج استعجالي لتحقيق أهداف الثورة على الأقل المتأكدة المتعلقة بالبطالة والتشغيل وغيرها من الاستحقاقات المتأكدة. هذا الكل اليوم ما تمش، والأخطر من ذلك أنه محاولة تكوين الحكومة هذه متاع الكفاءات وقع إجهاضها من طرف حركة النهضة، ورجعنا إلى نقطة الصفر. اليوم نراو أنه الحكومة، تكوين الحكومة متعطلة، والبلاد في وضع مش ممكن الانتظار، ثم استحقاقات، ثم مشاكل كبيرة. لذلك اليوم موقف حركة نداء تونس، موقف القوى الديمقراطية عنده قيمة كبيرة، باش وغدوة طبعا باش يكون السيد الباجي قائد السبسي باش يعطي موقف ورأيه في المواضيع هذه. بس رضا، يعني رغم أنه ثابت إلى حد الآن أنه نداء تونس مش بتشارك في الحكومة القادمة، لكن تصريحات بعض القيادين في حركة النهضة كما سي سمير ديل وكما سي عبد الفتاح مورو كما سي لطفي زيتون اللي رأي نتاعه كان مفاجأ، يقول لك لابد من الجلوس على نفس الطاولة، طاولة الحوار بين نداء تونس وحركة النهضة، وهذا بالطبع يخالف إلى حد ما اعتقدته صالحا بالنسبة لها حركة النهضة في الأشهر الماضية، حتى تشوف أنت تقريبا أجهرت ولا فشلت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن النهضة كانت رافضة حضور نداء تونس. هو صحيح، هو ثم هذه تصريحات إيجابية، بعض تصريحات هي منعزلة لكن إيجابية. هو موقفنا من قبل أنه مرحلة انتقالية لا يمكن تسيرها إلا بالوفاق الوطني،
بتشاور مستمر. هذا أكدته المرحلة الانتقالية الأولى، ما نجحنا فيها إلا بالتشاور، إلا بمشاركة الناس الكل بما فيها حركة النهضة اللي شاركت في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. في الحوار الوطني السيد الباجي قائد السبسي كان في كل أسبوع كل أسبوعين يقع تشاور مع الأطراف الكل، هذا يخلى المرحلة الأولى تنجح. المرحلة الثانية بعد عام من نجم نقولوا إقصاء اليوم، ثم عدة مؤشرات متاع تصريحات، إن شاء الله نمشيو في الوفاق هذايا لنجاح المرحلة الانتقالية الثانية، لكن ما ثماش مبادرات إيجابية. راهو العنف رينا العنف المستشري طيلة أشهر اللي وصل إلى اغتيالات، بدا باغتيال الشهيد لطفي نقض في تطاوين وانتهى باستشهاد إن شاء الله يكون انتهى ان شاء الله اخر ما نقولوا انتهى. كان مراو قرارات جريئه ضد رابطات هذوما حمايه الثوره اللي قاعدين يتنقلوا ويهدوا في الاجتماعات اللي تقوم بها الاحزاب، وخصوصا حركه نداء تونس اللي كل اجتماع نسمعوا في التهديدات، نتلقاو التهديدات، ولكن رغم هذايا الاجتماعات قاعده تستمر وقاعده تنجح في كل المناطق. يلزم تفهم حركة النهضة أنه بدون تطبيق القانون على الرابطات هذه ما تنجمش تتقدم في تنظيم الانتخابات، ما تنجمش تنجح المرحلة الانتقالية، ما تنجمش ترجع الاقتصاد، ما تنجمش ترجع المستثمرين. لذلك أعتقد أنه بعض التصريحات هذه ماشية في الاتجاه الصحيح، يلزم تكون هي منهج حركة النهضة ككل والحكومة ككل باش تكون وتكون فيها بوادر تطبيقية، خصوصا من خلال تحقيق جدي في اغتيال السيد الشهيد شكري بالعيد، في حل ذوما رابطات الثورة ولو هو قرار قضائي، لكن ثم اليوم تحقيقات قاعدة تتم مثلا في الاعتداء على مقر حركة نداء تونس، ما ثماش تقدم جدي في الكشف على المعتدين رغم اللي يعطينا الأرقام متاع السيارات. الحوار فيه يلزم ثم مؤشرات جدية، ومنها خصوصا مقاومة العنف والتمشي نحو تحديد موعد انتخابات، تكوين حكومة هذه متاع على الأقل الوزارات، وزارة السيادة تكون محايدة تحييد حقيقي. اليوم نقرأ في الجرائد ثم النهضة تقول أنه باش نحيد وزارات، لكن الأسماء اللي نشوف فيها قريبة من النهضة خصوصا في بعض الأسماء ما نحبوهاش تكون معناها مناولة، تحييد بمناولة معناها نحط يكون تحييد حقيقي باش يقع استعادة الثقة لدى الفاعلين السياسيين لدى المستثمرين، ونتجنبوا التعطل في المسار الانتقالي. به نحكيوا على الهيئة الجديدة اللي تم تشكيلها داخل الاتحاد من أجل تونس، الاتحاد الخماسي إلى حد الآن بينكم وبين الجمهوري وبين المسار وبين حزب العمل الوطني والحزب الاشتراكي، هي هيئة الحوكمة الكبرى. إيش معناها هيئة الحوكمة الكبرى؟ اولا الساعه نحب نبين انه حركه نداء تونس والمبادره نتاع السيد الباجي قائد السبسي فيها فرعين، فرع تكوين الحزب اللي ماشي في بخطى ثابته، وتوحيد القوى الديمقراطيه والقوى الوسطيه اللي تؤمن بالدوله العصريه بمبادئ الجمهوريه بالدستور المدني ومكاسب تونس، ومنها مجله الاحوال الشخصيه ومكاسب الحركه الوطنيه، ومن بينها ما حق الزعيم الحبيب بورقيبه في جانب المكاسب العصريه، كل هذا اللي تناظر من اجله حركه نداء تونس. في التوحيد هذايا مشينا خطوات، وقع تأسيس الاتحاد من أجل تونس، وقع الإعلان على تأسيسه وتوا بناؤه هيكلته. الحوكمة ما يسمى بالحوكمة هو هيكلة الاتحاد من أجل تونس، ثم هي توا ثم لجنة هيئة الأمناء العامين وثم تنسيقية، وقع تكليف لجنة لإعداد تصور هيكلة، لأنه إلى جانب هيكلة الأحزاب اليوم نقوم بهيكلة هذا التحالف، لأنه التحالف
ما يكون فعال ونوصلوا به للانتخابات ويكون عنده لابد من هيكلته مركزيا وجهويا. هذه هي الحوكمة. يعني الحوكمة فهمت منها كأنه الحوكمة داخل الاتحاد مش الحوكمة على مستوى تونس. لا الحوكمة داخل الاتحاد هيكلته، لأنه يلزموا ناطق رسمي، يلزموا ضبط قواعد تسييره، تحديد كيفية النشاط كل حزب وحده وتوحيد المواقف في بعض المسائل، كل هذا هذه هي الحوكمة. ما تباهش التنسيقية الترويكا؟ باش احنا باش نحاولوا نبنيوا حاجة تكون أكثر متقاربة، لأنه ترويكا جمعة أحزاب ما تنتميش العائلة عائلات فكرية متقاربة. هي لا مش تحكي على 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 على, على, على التحالف الثلاثي بيناتهم، لا التنسيقية اللي أنشئت بعد ما تحالفوا. احنا أكثر عمق، لأن هما تنسيقية متاع مناسبات لاتخاذ قرارات لتسميات. احنا باش نحاولوا نكونوا اكثر تكون عندها ديمومه وتخدم على مدى متوسط وبعيد، باش تكون تسييرها على قواعد صحيحه ومكتوبه باش تضمن لها النجاح حتى للانتخابات وما بعد الانتخابات، لانه الهدف نتاعنا بناء جبهه عريضه تامن الانتقال الديمقراطي اللي ماهوش باش يكون حتى الانتخابات باش يتواصل بعد. بهكي تحكي على الانتخابات، اكيد طلعت اخر صبر اراء اللي عملته سيغما كونساي، وشفنا انه السيد الباجي قايد السبسي تقدم على مستوى نوايا التصويت، بشنو تفسروا هذا؟ لانه السيد الباجي قايد السبسي يثقوا فيه الناس، معناها كانت عندهم ثقتهم فيه خلال تسيره المرحله الانتقاليه الاولى، كان وفي لتعهداته، قال باش ننظم انتخابات شفافة ونفذها، قال مانيش باش نترشح للانتخابات وما ترشحش وكل وزارة حكومته ما ترشحتش، قال باش نعمل مجهودنا باش نحسنوا الوضع الاقتصادي، تحسن الوضع الاقتصادي، رجعت ثقة المستثمر، رجعت ثقة الخارج، رجعت ثقة السائح. اليوم كذلك من خلال خطابه، من خلال خطاب حركة نداء تونس، الناس عندها ثقة في الخطاب هذايا، عندها ثقة في الشخص هذايا باش يأمن المرحلة الجاية، باش يكون يحقق التوازن في الحياة السياسية. هذا ربما مش ربما، هذا أكيد عنده تأثير كبير على نوايا التصويت وعلى عمليات صبر الآراء. وارد أنه يتم التحالف في يوم من الأيام مع حركة النهضة؟ ما أعتقدش يتم التحالف مع حركة النهضة. من الأسباب اللي هي؟ لأنه اليوم بالمنطقة احنا نحب نعمل توازن في المشهد السياسي. لا يمكن إحداث التوازن بتحالف مع حركة النهضة. حركة النهضة عندها مكانها في المشهد حتى السياسي. حتى الجمهوري عنده مكانه، وعملته مع اتحاد. لأنه الجمهوري عندنا على تربطنا به كعائلة سياسية، مبادئ تربطنا به، مبادئ المشترك كبير مع الجمهوري. حركة النهضة هي منافس سياسي عنده مكانه، ومنذ من 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 بيان 26 جانفي قلنا انه لا يمكن للحياة السياسية في تونس ان تتطور بدون حركة النهضة، عندها مكانها، لكن ما يمكنش ان تبقى وحدها، ما يمكنش ان تهيمن على الحياة السياسية، لابد من قطب اخر يكون يحقق التوازن السياسي. لذلك ما لا اتصور تحالف حركة نداء تونس مع حركة النهضة. سيد باجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس قال قبل في مناسبة سابقة، قال اللي الشرعية تنتهي نهار 23 أكتوبر 2012، وهي أثارت ضجة كبيرة وكان ممكن تؤدي إلى احتقان أكبر مدى لولا ألطف الله. الله بصراحة يعني كانت الأمور محتقنة جدا. ثم بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد قال لابد من حل المجلس التأسيسي. برشا يقولوا أنه سيد باجي قايد السبسي يتربص بالقائمين على الحكم في هذه الفترة الانتقالية. هذا مش صحيح. هو كي قال أنه تنتهي الشرعية نهار 23 أكتوبر، تطور الأحداث اليوم تؤكد صحة أقواله. لأنه مش قال هو؟ قال 23 أكتوبر تنتهي الشرعية، لابد من تعزيزها بشرعية توافقية. لو كان بعد 23 أكتوبر وقع حوار وطني حقيقي ما ندخلوش للأزمة اللي عايشينها اليوم.
وما قالش ادعو الى الفراغ، قال لابد من انه نرجع للتوافق الوطني. حركه النهضه ما خذتوش محمل الجد هذاك، كي يوم 24 اكتوبر ما صار شيء عملت هروب الى الامام، وقت هو راهو قال لهم انه بعد 23 اكتوبر اذا ما تعملوش توافق وطني باش تمشيوا الازمه. اليوم عايشين هالازمه اقتصاديه سياسيه ومؤسساتيه. هذاك علاش انا نقول انه لو كان تبعوا القانون والتعهدات نتاعهم، لانه هو ما جابهاش من راسه، جابها من الامر دعوه الناخبين وجابها من اتفاق 15 سبتمبر اللي امضاوه الاحزاب. قال راهو تنتهي الشرعيه بحكم تعهداتكم انتم انفسكم بحكم القانون، وراهو اذا كان ما تعوضوهاش بشرعيه اخرى توافقيه راهو باش تهزوا البلاد الازمه واليوم عايشينها. بالنسبه لحلان المجلس التاسيسي هو ما يقصدش كذلك الفراغ، هو كما قال من الاول المجلس التاسيسي ولا حاد عن مهمته، ما قامش بالدستور، دخل في مهام ثانويه، دخل في صراعات، دخل في استقطاب، والدستور اصبح ثانوي. لذلك مع اغتيال الشهيد شكري بالعيد وانفجار الازمه حقيقه وظهور عجز الدوله وتمظهرت معناها الازمه، وقتها قال انه لابد من انه المجلس التاسيسي شنو يحل؟ يرجع للمهمه نتاعو كيما وصلت الحكومه هذيك الازمه. لا اذا كان يحل ما استناش يرجع لها، تو انت اصل قانون محامي يعني الكلمه عندها المعنى نتاعها. الحل بالنسبه لي هو يعني يصبح غير موجود قانون. ربما الكلمه ما تطبقش، لكن كلمه سياسيه، هو ماهوش وقتها كي قالها ماهوش رجل القانون. انا من السيد الباجي قائد السبسي من الناس اللي بناوا المسار الانتقالي حجره حجره. من الانتخابات، من الهيئه العليا لتحقيق اهداف الثوره، مش ممكن اليوم يقول انه ندعيه للفراغ. لكن هو قال نرجعوا المسار. هي هكا فهمت. لا فهمت انا دعوه للفراغ. هو لا صححها بعد، قال اني نرجع كيما الحكومه وصلت المازق وقدمت استقالتها، المجلس التاسيسي برأي حتى نواب، هو يقول لك ثم نواب خذوا الكلمة وقالوا راهو الناس كرهونا والناس ما عادش يحبونا خاطر تضيعوا في الوقت ونتسارعوا لابد من الرجوع إلى المهمة الأصلية نتاعنا. هذا هو اللي يقصده الباجي قائد السبسي، ما يقصدش الفراغ أو حله، بمعناه شنو حله والرجوع إلى ما قبل 14 قبل معناها 23 أكتوبر والفراغ. مش ممكن العبد سياسي وخصوصا سياسي بناه المرحلة، إذا كان اليوم ثم عبد شارك في بناء بعد 14 جام في الدولة اندثرت من العدم. عملنا هيئات توافقية، الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، عمل الهيئات التعديلية، الهيئات التعديلية، عملنا مجلة انتخابية، انتخابات ومجلس تأسيسي. مش ممكن اليوم هو باش يقول أنه نرجعوا للنقطة الصفر، لكن هو يقول لك وصلنا المأزق نتيجة أنه حركة النهضة حادت بالمسار واعتبرت روحها نجحت في انتخابات برلمانيه مش في مجلس تاسيسي. في بالها تحكم نهائيا في البلاد، هزت مشات البلاد الى مازق. هو يقول يلزم يرجع المسار للمسار الانتقالي لمساره الطبيعي. هذا هو المقصود من مقوله حل المجلس التاسيسي. ارجاع البلاد ولا ارجاع النهضه بعد ما حادت كما تقول انت، هل لقاء سي علي العريض مع سي باجي قايد السبسي مؤخرا يدخل في اطار هذا، في اطار العوده الى الجاده اذا كان نجم نقولوا، وكان مع سي نور الدين البحيري، يعني نجم نعرف شويه تفاصيل عن اللقاء هذا يتم؟ والله ما حضرتش، لكن اللي ما حضرتش عندك التقرير اكيد اجتمع بكم يقول لك سي باجي. الاكيد انه السيد الباجي قايد السبسي عبر للسيد علي العريض عن موقف حركة نداء تونس اللي هي موقفها واضح أنها طالبت بحكومة متاع الكفاءات الأولى، ساندت مبادرة السيد حمادي جبالي مش كشخص، كمبادئ اللي هي نادت بهم أن حكومة كفاءات تعيين موعد انتخابات ما ترشحوش الوزراء متاع الحكومة، هذا ساندناه. بالنسبة لما اللي يقوم به اليوم علي العريض، موقفنا واضح،
احنا ما نسبقوش الاحداث، موقفنا ديما نقولوا انه لابد على الاقل من تحييد وزارة السيادة تحييدا كاملا، مش تحييد مقنع ولا سيطرة مقنعة على الوزارات هذه. نشوفوا وين ماشي التسميات هذه، وقتها نعطيه الموقف النهائي. لكن المبادئ اللي تحكمنا هي عبرنا عليها من الأول من خلال عند الإعلان على مبادرة السيد حمادي جبالي. بالنسبة للمشاركة موقفنا واضح، نحن موقفكم واضح، لكن ما يستدعيش أنه يتم اللقاء بالشكل هذا. هو لقاء ما يجاوبنيش يعني بمبادرة من السيد علي العريض، إجابة مثالية هذه. والله أنا التفاصيل ما نعرفش التفاصيل اللي تمت، لكن يعني أنا ما نسهل عليك الإجابة. هل جاء السيد علي العريض لطلب النصح، طلب المشورة من رجل محنك وقاد المرحلة الانتقالية في تونس؟ هو هذا ما أعلمنا السيد باجي قائد السبسي، أنه السيد علي العريض طلب منه النصح والاستشارة حول معناها كيفية إنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية. نشكرك شكرا جزيلا سي رضا بالحاج، مدير تنفيذي بحركة نداء تونس. بالتوفيق ان شاء الله لكم غدوة في الاجتماع الشعبي اللي يبدا ان شاء الله مرة ثلاثة. يبدا مرة ثلاثة وهنا دعوة لمواطني الساحل الكل أحرار اللي عندهم تقاليد كبيرة في النضال، في الحركة الوطنية، في الحركة الديمقراطية. واليوم الساحل وسوسة وولاية المنستير المكنين والقرى الساحل الكل باش يكونوا في الموعد، وموعد مع التاريخ في تحقيق الديمقراطية في تونس. وغدوة لابد باش أعتقد باش يكونوا في الموعد مع لقاء الجماهيري هذايا في الساعة الثالثة في قصر هلال. في قصر هلال. نشكرك شكرا ليك سي رضا بالحاج، شكرا لكم كذلك مستمعينا اللي تابعتونا اليوم في بوليتيكا. يعطيكم الصحة وشهية طيبة.